شوف يا معلم سلومة، سأدخل لك في الموضوع مباشرة كما اعتدت من الوضوح. اتفضل خش. قصدتني الأختان أم سوكة ونوال. خير إن شاء الله. كل خير إن شاء الله. شوف يا معلم سلومة، شرعاً اليمين الذي رميته على الأخت نوال بالأمس يسمى بالطلاق المعلق. لماذا؟ لأنك علقته بدخولها البيت، وهذا اليمين لا يعد طلاقاً في الراجح من آراء الجمهور، ويمكنك التحلل منه بصيام 3 أيام. وبمجرد التحلل منه فالأخت نوال زوجتك، ويجوز لك مواقعتها إن شئت. يفتح لها يا مولانا، أنا خلاص شطبت. معناته إيه الكلام ده يا سلوم؟ بجاية الشيخ فوق دماغي من فوق، وشرف كبير ليا. بس يا مولانا زي ما علمتنا، الجواز قبول وإيجاب، وأنا لا أقبلها ولا عاوز أجاوبها بصراحة كده. أنا ناوي أتجوز. حبيبتي كل سنة وأنت طيبة. ربنا يخليك ليك. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to نجوان. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday Nagwan. Happy birthday to you. يا حلوة قوي دي أقل حاجة. بس حلوة قوي يا مروان. ما تغيري الترك اللي انت عماله تتفرجي عليه طول اليوم ده وتحطي لنا حاجه تانية. هقول لك ليه ما انت جاهل؟ ما انت اصلا كنت بتعرفي تركي زيي، كان زمانك فاهمه ومستمتعه. هو ده تركي يعني؟ امال ايه لو انت؟ وانت بقى بتعرفي تركي؟ اه يا اختي بعرف. اوريكي؟ اه وريني. ماشي. صباح الخير مازمازيل، كيفك اليوم؟ والله مو كتير منيح عدنان بيه، امبارحة ما نمت بنوم. ما يهمك، ارتاحي اليوم وان شاء الله بتصيري احسن. انت بتحكي على ايه؟ على تركي التحفة اللي انت بتقوليه. اه يا اختي تحفة، وانت مش فاهمك، انت لسه بدري عليك ومش عرفت بالحاجات دي. قومي افتحي الباب. لا يا اختي انا بتفرج على المسلسل، قومي افتحي انت يكون برنسس اللوكا بتاعك. قومي افتح عشان اخلص منك بس. يا بنت بطلي المندبه اللي انت عاملاها دي، ادي الله وادي حكمته. وانت مصيبتك مصيبتين، بس خلينا في المصيبه القريبه دلوقتي، احنا عاوزين نشوف لك مكان علشان تبيتي فيه. ده انت حتى لو فكرتي تسافري لاهلك لازم تستني للصبح عشان تلاقي ركوبه تروحي لهم بيها. يا اختي ولو عرفوا اهلي انك انت اتطلقتي من سلومه، ولا ضربك ولا عمل فيكي وطردك من بيته، والله العظيم لا يموتوكي ويذبحوكي ويدفنوكي بالحياه وبعدين يضربوكي بالرصاص عشان يغسلوا عارهم منك. هو ده اخر صبري عليك يا سلومه؟ عاوز تجيب لي دره؟ على ايه يا حسره اللي اخدته القرعه تاخده من الشعور؟ يا اخت نوال بارك الله فيكي. شوفي يا اختاه، الشرع الحنيف اباح للرجل متى ما تيسر له الحال أن ينكح من النساء مثنى وثلاث ورباع بشرط العدل، وأمننا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم يقتضي منا أن نؤمن بكل ما جاء به. وآيات التعدد وردت في القرآن في السورة المسماة باسم النساء، ولهذا يا أخت نوال وجب عليك
حين يبلغك المعلم سلومة برغبته في الزواج أن تمتثلي وتقولي سمعاً وطاعاً. يا شيخ ناصر انزل يا أخويا من على المنبر بتاعك ده وسيبك من خطبة الجمعة اللي عمال تزاها علينا. البت كل الحكاية عايزة لها مكان مكنة يعني تحط جتتها فيها ها عشان ترتاح لحد ربنا ما يصبح علينا. ما أرى يا أم سوكة أن تقصر الأخت نوالة شر شيطانها وأن تصعد إلى بيت زوجها وتبيت فيه كما تفعل الحرائر. لا حرائق ولا مش حرائق يا عم الشيخ، أنا سلومة ده فردة شبشب وقلعتها من رجلي ومش هحطها فوق دماغي تاني. هي الرجالة خلصت ولا خلصت؟ وزي ما هو عاوز يتجوز عليا انا كمان هشوف حالي واوقع له يمين الطلاق بتاعه. هو انا واقعه ولا واقعه؟ ده انا نوال بردك. انت نوال بردك، واللي مش عاجبه يحط الصرمه في بقه. بس ايه رايك يا بت؟ انت بت طيبه وبت حلال، انا عرفت لك المكنه اللي هتعودي فيها. انت مش متخيل يا بابي وحشتني قد ايه. انت يا روح بابي. خطوه عزيزه يا اساتذه. مين دي؟ الله يعز مقدارك يا بنتي، ربنا يخليك. احنا متشكرين قوي ومقدرين جد عندك يعني، خصوصا وقوفك جنب بنتي هايدي. وانا بقول لك كنت عايز اهتم ولا بقول لك ايه اللي بتقوله ده يا ابو طالب باشا؟ معقوله ده هايدي هانم دي اتشرف المنطقه كلها لما تقعد وسطينا؟ مين الهانم دي؟ الهوانم هيبقى المره الجايه نجيب شويه هوانم. مين دي؟ سندس يا بابي. سندس. الشاي ده معمول بمية معدنية؟ مية ايه يا اخويا؟ مية معدنية. مية النيل. النيل اللي بيشرب مية النيل يرجع لمية النيل تاني. يا حبيبتي هايدة جبت لك الحاجات اللي انت طلبتيها. ميرسي، متشكرة قوي يا حبيبتي. بص يا هايدة يا حبيبتي يا بنتي، انا عايزك ما تخافيش، ما تقلقيش، تكوني مطمنة. لسه جايين من عند نادر. نادر ماشي في القضية زي الصاروخ. انت احترم نفسك يعني، قاعدة فسحة بيكنيك وسط عيلة جميلة أشكالهم غريبة وتنبسطي. أمارات حلوين هم كلهم ناس. أنت بتشاور ليه؟ لا بقول يعني عنكم ناس كويسين. أنت متجوز؟ أنا لا، بس متكلمين عليا يعني. مين دي؟ دي سندس يا بابي، خالة كوريا. أهلا وسهلا. أنت بتروح الحجاز؟ بروح الحمد لله. انا عايز اروح الحجاز. حاضر يا ستي، ان شاء الله ربنا ينولها لك يا رب. عايز اجيب ميه زمزم للساعة. نجيب له ميه زمزم للساعة ده. حاضر. سعد بيحب البيض. ما تاخدش بالك ابو طالب باشا، اصل سندس اختي نفسها ومن عينها تطلع تروح الحجاز، ربنا يكتبها لها ويكتبها لنا. لا المهم تجيب بيض لسعد. بصوا بقى، انا هفتح مشروع هنا في بطن البقر. أنا هدخلك الجامع الليلة فقط يا أخت نوال، أنت لا تعلمين كم الحرج الذي تضعينني فيه والشبهات التي ألاقيها، ولكني لا أستطيع أن أمنع أمة من إماء الله من بيت بيوت الله حين تحتاجه. أنت بقى تدبقي حالك كده وتقعدي لحد ما نشوف هنعمل إيه، وبعدين تخشي تتوضي وتصلي لك ركعتين لله، وانت ساجده كده هو اطلبي من ربنا وقولي له يا رب يا رب الولاية والغلابة، افرجها علينا يا رب، افتحها علينا يا رب، وهي ليلة تعدي بالطول بقى ولا بالعرض على ما نشوف هيحصل فيك ايه. يلا كتر خيرك يا مسوكة. كتر خيرك يا شيخ ناصر. لما اقصد نوال انا هقفل الباب من الخارج بالمفتاح وسافتحه في مواعيد الصلاة للنساء فقط، فجرا وظهرا. سامحيني يا اخت نوال، دي تعليمات وانا ملتزم بها. اقفله يا شيخ ناصر اقفله، ما الدنيا كلها ضاقت بيا، مش فارقه بقى يعني انا مسجونه فين. اقفل. يخرب عقلك ياض يا كنتاكي، ده انت بسبعة ارواح يا. لا وايه، نزل الفرح ولا 17 راجل في بعض، ولا تقول لي اصابه ولا مستشفيات. نزل 17 راجل ورجع ذكر. بس ايه، برضك المزه قويه وشديده. كوريا فرتكت الليله عليه هو ونوال وسلومه. ديناميت يا مواطن ديناميت. ايه، المايه رجعت لمجاريها ولا مجاريها لسه طافحه؟ طافحه يا طاعون. سد. يا عم ولا تسدت ولا بتاع، الحريم سهلة ورجعتها قريبة، دوستين تلاتة منك وهتليها سلك. ما اقدرش اقول لك غير كل طريقة حبك ليا، ما اقدرش اقول لك غير عليا، ولا مؤاخذة هاتلي هدية. ادينا بندوس يا عم طاعون. سيبك انت، انا عايزك في حاجة ألذ. احنا ما احتفلناش بيك من ساعة خروجك من المستشفى. انا عندي واد صاحبي شغال بودي جارد في كباريه سبع نجوم، انما ايه، من بتوعي الحلاوة يا مواطن. قفل الليلة دي واطلع البس الحتة الزفرة وانزلي، هعيشك ليلة ملوكي، ليلة مع طاعون. يلا يا دينجز، انا قلت لك قبل كده طاعون ده مش مجرد اسم، ده اسلوب حياه. ماشي يا هايدي. حرام عليك اللي انت بتعمليه في نفسك ده،
انت تيجي تقعدي عندي في البيت وانا اروح اقعد عند عمي، احسن من المكان اللوكل اللي انت عايشه فيه ده وعايزه تعملي فيه مشروع. وما تخافيش البوليس ما يقدرش يجي جنب بيتي او مكتبي، انا فوق مستوى الشبهات. شبهات ايه يا ابو شوكه؟ انت اهمد بس، اهمد بس حبيبتي. ما ينفعش انك تحتك بالناس، انت هنا مستخبيه، انت كنت بيزنس وومن، وشك ما شاء الله قمر ومعروف، يعني اي حد هيشوفك هيعرف. يا بابي انا نزلت هنا وشفت الناس، هم صحيح بيئه قوي بس غلابه، اكيد ما بيقروش جرايد ولا حتى بيشوفوا في التلفزيون غير المسلسلات والافلام. انا بقى قررت ان انا اعمل مشروع يهتم بالمراه في الحاره الشعبيه. لو انت من بتوعه المراه والحاجات دي يبقى ده انت من اولها انك بتجري في الخسران. احنا هنا حرمنا ما لهمش في الجامعات النسوانيه والحاجات دي خالص. نسوانيه انت بتقولي ايه؟ انت مش فاهمك اصلا باللي انا بقوله. لا يا اختي انا بفهم في كل حاجه، ما تقول لها. وعشان ابوها موجود. كيف يعني يا ست هايدي؟ كيف كيف دي بقى هقول لك عليها واحده بواحده يا استاذ شكري، بس انا عايزاك تبقى معايا ستيب باي ستيب. انا معاك ستيب خطوة بخطوة، يعني أنا مش عارف أعمل حاجة من غيرك. هو أنت ناوية تعملي إيه؟ ممكن تفهميني؟ ناوية أعمل حاجة زي الحاجات اللي أنا كنت بحبها، ما تقلقيش يا دينا، بس أنا يعني أحتاج شوية تمويل للمشروع ده يا بابي. أنا حبيبتي تحت أمرك، اللي أنت عايزاه أبعتهولك مع شكري، بس ما تفتحيش قوي بقى، أنت عارفة رصيدي على قدي. لا يا بابي ما تقلقش، أنا المشروع ده مش هيكلفنا كتير، هو إيجار المحل وشوية البضاعة اللي هجيبها. كنا هنعمل محل بتاعي. اتلهي اخرب عقلك انا وائل، في ايه؟ ايه انا وائل؟ ايوه يا ابراهيم. في ايه؟ الله مالك بتكلمني كده ليه؟ الحق عليا اني بكلمك يعني. خلاص انا وائل، انا مش فاضيلك. بسال عليك عامل ايه بعد العمليه بتاعتك؟ تمام الحمد لله خير. انا سلومه كرشني وحلف عليا بالطلاق ما انا داخله له بيت بعد ما مد ايده عليا قدام اللي يسوى واللي ما يسواش، واخره المتمه قال ايه؟ عايز يتجوز عليا. يتجوز؟ يتجوز مين؟ وانش عرفني يا كبداكي، هو انا في مين ولا في انه هيجيب لي دره؟ طب وانت عايزاني اعمل ايه دلوقتي يا نوال؟ اروح اقول له ما تتجوزش على مراتك اللي خطيبتي قفشتني معاها؟ لا يا هيمه، انا عايزه اوقع يمين الطلاق واسيب سلومه وبيع سختي وناخد شقة قانون جديد في أيوتها، حتة غير الحتة النكسة دي. آه ونتجوز أنا وإنت. نتجوز؟ أنت اتعطلت يا نوال؟ يعني إحنا لما نتجوز هنعمل إيه أكتر من اللي بنعمله؟ بقى كده يا إبراهيم؟ بتوديني النص البحر وتسيبني متعلقة؟ أنا لو وديتك ولا جبتك يا نوال، فاقد الشيء بيدور عليه، أنت اللي دماغك مودياكي وسايقة العشم قوي، وكل مرة يا نوال بتوقعينا في نصيبة أكبر من اللي قبلها، أنت فين؟ في الميضة بتاعت الجامع. كنت في الجامع واستحرمت اكلمك. جامع؟ انت حتوبي يا نوال ولا ايه؟ يبقى دايلنا معاكي. سلام. ام سوكا، ام سوكا. مين؟ مساء الخير يا ام سوكا. اهلا، مساء الخير عليك يا اخويا، ازيك يا سلوم؟ الحمد لله. معلش احنا تعبناك اليومين اللي فاتوا ده في موضوع نوال. يا اخويا ولا تعبتني ولا حاجه، تعبكم راحه. على فكره انا جايب لك معايا حتتين لحمه، حتتين موزه يستاهلوا بقك. موزه؟ النبي انت راجل امير، طول عمري اقول عليك كريم وصاحب واجب. عاوز ايه بقى يا نوال؟ فين دلوقتي نوال؟ نوال انا اديتها للشيخ ناصر عشان يبيتها في الجامع غلبان. على فكره كل كام يوم كده هجيب لك حتتين لحمه زي دول. ايوه بس ليا عندك طلب صغير قدك ده. يا اخويا انت تؤمر، طلب صغير ده انت تطلب عينيا دول. قول عاوز ايه؟ طبعا انت سمعتيني وانا بقول اني عاوز اتجوز. ها حقك. الله ده انت راجل والراجل له اربعه، انت يا دوب استهلكت واحده بس، فاضل لك الثانيه والثالثه والرابعه. المشوار في اوله. من عايزك بقى تليني دماغ العروسه. الين دماغ العروسه؟ طب هي العروسه تبقى مين يعني؟ جمالات قريبه كوريا. جمالات يا اخويا؟ هو انت كنت عرفتها امتى وشفتها امتى؟ ده لسه جايه يا دوبك في الحاره وبلاش كام يوم. الله، امال انا جاي لك ليه يا ام شوك؟ عشان تلياني دماغ العروسه وتفهميها ان المعلم سلومه من كبارات الحته، واني هبسطها واريحها وكل طلباتها مجابه، وكمان بالمره تعرفي قصتها وتعرفي قرارها ايه. هديتك عندي يا ام شوك جلابيه وجزمه وباروكه. يا اخويا هات لي موزه. وماله؟ موزه. اتفضل يا شيخ. يا اهلا نورتنا ونستنا والله. اتفضل يا ساتر. اتفضل يا ساتر.
السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو أخباركم؟ شو أحوالكم؟ عساكم بخير إن شاء الله. الحمد لله. مين دول يا شكري؟ ده الشيخ عثمان اللي في الخليج، أخو اللي كان متجوز جمالات بنت أختي، ودول أولادها وجايين يصلحوها بكلمتين يعني. لا ده أنا لازم أجي أسلم عليه بقى. لا الست يعني ام سوكا. انت حلال، انت حلال، لازم تسلم على الناس كلها. اهلا وسهلا يا سيدنا الشيخ. والله العظيم احنا اول مره يخش في منطقتنا شيخ عظيم كبير كده مالي هدومه زي حضرتك، يعني احنا اخرنا الشيخ ناصر بتاع الجامع. انت شايله قطه ميته في ريحه غريبه. لا دي اللحمه بتاعتي. لحمه؟ اسمع، اقول لك انا عاوزه يعني سبحه كده من اللي هي بتنور الحلوه ده، هي بتنور في الضلمه، ولا ريحة العود معاك؟ والله ما يغلى عليكي، بس هالحين ما عندي أنا مصاري. إنما لو أنت حبيتي يعني لو حبيتي ممكن أهدي مصاري. روحي جيبي العود اللي يريحك. شفت شفت، زودتها في الرقص، بهدلت الاصابه بتاع الكتفه. معلش اشرب اشرب يا هيما واربع. الليله ليله هنا وسرور، احنا معمول معانا واجب، انما ايه في اهيما؟ كتاب اللي انا بحبك حب طاعون ما حبوش راجل لراجل قبل ايه الليله دي؟ بتحب طاعون يا ايه الليله دي؟ الحمد لله الحمد لله. الله 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 الله، انت ليك في سن المعاشات ده؟ لا انا ليه في فلوس المعاشات. استنى بقى كده شويه، لان شكل السناره جمزت. سناره اللي تغمز يا عم كبداكي دي، لو السناره جمزت فيها تموت. ده حلاوته يا حمار، اللي زي دي ها تظبطها في اول اسبوع، تتجوزها في التاني، تموت في التالت، تورث انت في الرابع، معروفه. ايوه يا صاحبي، بس عزرائيل مش بالنيه، ومحدش ضامن مين بيموت قبل مين. مش هيك تبقى معمره وبتضرب بالركلي الوليه دي، ساعتها تشرق انت الاول وتبقى ليلتنا طيله. ساعتها ابقى شهيد، احتسب شهيد، معروفه برضه. طيب انا اروح احبق بقى عليها ها وراجع لكم، ولو ما رجعتش تبقى الليله اتظبطت. ماشي خلاص يا هيما، خلاص يا هيما، وفر الكوس ده لتيتك. يلا الليله دي حبيبي يا حبيبي. شاطره وشطوره. على فكره انا معجب بحضرتك جدا جدا جدا. مش حضرتك نيكول سابا برضه؟ واحدة بره اسمها سارة بتقول عندها ميعاد مع حضرتك. خليها تتفضلي. اتفضلي. ما بتردش عليا ليه؟ أبدا، مشغول زي ما أنت شايفة. ما بتكلمش على دلوقتي. ليه من ساعة ما كنا مع بعض ما بتردش عليا؟ ما كنتش عارف أرد أقول إيه، أو حتى ممكن نتكلم فيه. ايه مفيش اي حاجه تجمعنا ممكن نتكلم فيها؟ انا فكرت كتير قوي يا ساره، وللاسف لقيت انه مفيش. غريبه يعني، قبل الليله دي كان في كلام كتير. الفتره اللي احنا كنا بنتقابل فيها دي يا ساره انا ما كنتش، انا كنت انسان تاني. بس عشان اكون صريح معاكي، انت كان ليكي فضل كبير جدا عليا في ان انا اتخطى المرحله دي. سلمه يعني. بالعكس، انا شايف انها ايد قويه اتمدت لواحد كان بيغرق وخرجته على الشط. فأول حاجة يعملها بعد ما يطلع إنه يسيبها ويمشي، مش كده؟ بس إحنا يا سارة مش شبه بعض. حتى المكان اللي إحنا اتقابلنا فيه مش بتاعي. أنا أصلاً ما بشربش. الليلة اللي إحنا قضيناها مع بعض أنا مش فاكر منها أي حاجة. زي ما أكون كنت إنسان تاني. بس تعرفي يا سارة، الليلة دي كانت مهمة جدا جدا بالنسبة لي، لأن اتعلمت فيها حاجات مهمة أوي عن نفسي، أهمها إن أنا إنسان ضعيف
وانا بفتح باب الفيلا عندك عشان اخرج قررت ان انا مش هبقى ضعيف تاني. هقفل صفحه نجوان، هفتح صفحه جديده. انت بتتعامل معايا على اني ايه يا نادر؟ شايفني ازاي؟ انا شايف ان انت من اكتر الشخصيات المحترمه اللي انا اتعرفت عليها في حياتي. سنة واضحه وصريحه، لا بتلفي ولا بتدوري، مش عايزه تخدعي حد. بس زي ما تقولي، الوقت اللي احنا عرفنا بعض فيه يمكن هو ده الوقت الغلط. لو كنا اتقابلنا قبل كده بشويه او بعد كده بشويه الوضع كان هيختلف بطبيعه الحال. لكن برضو انت علمتيني حاجات مهمه جدا. على سبيل المثال ان انا مش ممكن اثق في حد تاني 100%، يعني بس مش 10%، يمكن اكتر شويه. انت عارف ان انت الوحيد اللي ما طبقتش مع النظريه دي من ساعه ما فكرت فيها؟ يعني كنت حاسه ان ممكن يكون في حاجه بينا اكبر من اللي حصلت. خساره. اللي حصل بينا اكبر من اللي ممكن كان يحصل يا ساره. انا شخصيا لحد ما اموت انت هتفضلي معلمه جوايا، عمري في حياتي ما هنساكي، ولو احتجتيني في اي وقت في اي حاجه انا دايما موجود وتحت امرك. ساره، عارفه انا ايه اللي عاجبك في البت التمرجيه دي؟ ياما دي بنت جدعه ياما، وما شفتش منها حاجه وحشه. وعلى فكره بقى انا عملت مشكله ما بينها وما بين اخوها. يا واد، هو انا لما اجي افرح بيك افرح بيك واحده رايحه جايه طول الليل، يوم تقول لك انا راجعه من النوفاتشجيه، واليوم الثاني تقول لك انا بايته كنت في المستشفى؟ يا اختي راح فين يا بنتي؟ يا كوريا في نصوص الليالي يا بيت. لا اله الا الله. وانت مالك يا ام سوك؟ مخنوق؟ خارجه افك عن نفسي شويه، طالعه عشان مش شويه هوا نضيف بدل الكتمه اللي واحد فيها. خلاص الحق عليا اللي خايفه عليكي، للحدايد يخطفوكي. ايه ياما ده؟ ليه كده ياما؟ كوريا يا ولا كوريا، خد يا كوريا. راح فين يا كوريا؟ معلش يا سوكا سيبني وانا بخرج لوحدي. بقول لك يا كوريا، مش هينفع تسيبك لوحدك تمشي بالليل. على فكره بقى الهم ما ينفعش حد يشيله لوحده، وانا اخوك يا بت. الهم ابو اتنين يشيلوه اتنين، وعلى راي المثل يا مفرقني السبوع انا ما خدتش. ايوه يا كوريا، ايوه كده. ايه يا سوسو ده؟ قاعد اندع عليك اندع عليك، تسيبيني وتمشي؟ انا حسبت التاكس. طب يا حبيبي تعالى بس. طب يا حبيبي تعالى، انا حسبت التاكس. تعالى تعالى تعالى. فلوس التاكس. تعالى تعالى تعالى. ايه ده؟ ايه ده؟ هو فين العفش؟ انا عندي مرتبه جوه بنام عليها. مرتبه ايه يا امه؟ فين العفش؟ بس انا مش كركبه. كركبه ايه ومرتبه ايه ونيله ايه؟ هي احنا فين لا مؤاخذه؟ ايه ده؟ دي شقتك دي ولا ده ايه؟ لا دي بتاعت ابني وهو في امريكا وسايبها لي. سايبها لك من غير عفش؟ تعالي بس. يا ابني العفش اللي انت شاغل نفسك بيه، تعالى بس هقول لك. هتقولي لي ايه؟ معلش اصل انا بس في حاجه بيني وبين العفش. فين العفش؟ هي كان فيها عفش. ايوه. وانا بعته. ايوه. عشان اصرف. لان الفلوس اللي ابني بيبعتها لي. ايوه. ما بتكفيش الشرب والسهر. تعالى. لا استني بس، استني بس. انا نسيت البتاع تحت. انا هنزل بقى اجيب سجاير لان انا معيش ولاعه. عشان فاهم هقول لك يا سوق. والله يا سوق دقيقتين وهطلع لك على طول. ما الكشك قريب، الكشك قريب. بص يا كوريا، ابراهيم صاحبي وانا عارفه كويس. اي نعم هو مجنون وما بيحبش الا نفسه ورايحه منه، بس يا بنت الحلال لو ما كانش جالك كوافير وقال لك الكلمتين دول كنت هقول لك لا. من الاخر ابراهيم عايز يطير، ما بقاش حد ليه حاجه عنده. أنا عايزك بقى تجيبي وتد وتربطيه وما تسيبهوش. وهو مين اللي عنده تقطان لنفسه عشان يجيب خلق البراهيم يجري وراي منه شمال؟ يا سوكا أنا بت، يا جدعان أنا بت، بت إيه؟ ما يغركوش شكلي. ده أنا جوايا حتة عيلة صغيرة لسه بضفاير، عايزة اللي ياخدها في حضنه، اللي يطبطب عليها، اللي يقولها كلام حلو من اللي بتقولوه للبنات ده. اي حاجه نفسي اللي بحبه ده انه تبقى مليانه بيا، ما يبصش لواحده غير. صعبه دي؟ جوايا عيله عايزه اللي يجيب لها دبدوبه ورده، ولا ان شاء الله حتى يكتب لها جواب حب من اللي بيكتبوا لبعض في المدارس دي. انت عايزه اللي بيحبها يبقى بيلف حوالين نفسه كده عشان يبقوا مع بعض لوحدهم، ولو ثواني يخطف بوسه من على خده، ولما يخطفها اضربه على وشه بالقلم. مع اني من جوايا بقى مبسوط. يا
سكة ده انا حاسه من كتر ما انا عامله راجل من بعد ابويا ما مات عشان اعرف اعيش. انتوا ذات نفسكم نسيتوا ان انا بنت. ده حتى هما ذات نفسه ما كانش باص لزباله الحريم ولا كان في حياته خطيبه ولا حبيبه ولا اياته حاجه. السكة ده نايمه بقى بيبص لي كاني راجل زي ما بيبص لك بالظبط كانه واحد صاحب. بقول لك ايه، انت قلبتيه حزيني ليه كده؟ فكيها بقى. طب عشان خاطر سكة تحكي. طب حاسس ان انا بتحكي؟ انت حكي بقى كوره. طب اقول لك حاجه، اغني لك الاغنيه تحبيها. الحلو والنبي تا 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 كوريا والنبي تا 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 والنبي تبسم تيرارارارا. يلا غني معايا. الحلو والنبي تا 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 تبسم والنبي. ده انا اللي تبسم يا عتب. والحلو والنبي تا تا دي كوريا والنبي. اتحكي بقى اتحكي ولا يهمك. انا جمعت حضراتكم النهارده علشان ابلغكم اني منسحب من قضيه مدام هايدي تماما، ودي كل الاوراق اللي هتحتاجوها علشان تستعينوا بمحامي تاني. اتفضل يا ابو طالب بيه. ايه التهريج ده؟ يعني ايه تنسحب؟ في ايه يا نادر؟ مفيش اي حاجه، في محامين كتير جدا مش لاقيين شغل. ليه يا نادر؟ ايه بس اللي حصل؟ والباشمهندس مش عايز يعرف هو كمان ايه اللي حصل؟ انا فاهم كل حاجه، بس ما بحبش اتسرع زي عمي. تمام، يبقى انا محتاج اعيد الكلام ده وللمره النهائيه. ابو طالب بيه، انا كنت بتابع قضيه مدام هايدي بصفتي صديق للاسره مش كمحامي، لان انا كمحامي مش شغلتي ان انا اعمل لها بطاقه مضروبه، ده ضد شغلي، ومش شغلتي كمان ان انا اهربها لان ده ضد مبادئي، ولا شغلتي ان انا ازرع لها عين في مباحث الاموال العامه لان ده ضد القانون. انا كنت بقوم بكل ده لصالح هايدي وصالح القضيه وصالح حضراتكم طبعا، لكن لما اعرف ان انتوا رحتوا زرتوها في بطن البقره اللي انا شخصيا ما اعرفش مكانها فين، وان الهانم هتفتح هناك نشاط اجتماعي، هنا لازم اقول ستوب، ما اقدرش اكمل. ليه؟ لان اللي انتوا عملتوه ده هيضر هايدي وهيضر القضيه وممكن يقفل المكتب بتاعي، وانا ما عنديش استعداد للكلام ده. احسن برضه اهو، نشوف محامي تاني احسن منك. شت، وبعدين بقى اسكت خالص. ايه يا دكتور نادر؟ بس من غير بس ولا يا دكتور، كلامي كلام نهائي يا ابو طالب بيه. ورا القضيه معاك وربنا معاكم. الو بونجور، لو سمحت انا كنت عايز اعمل اوردر بالبضاعه اللي عندكم. لا لا، انا عارفه انا عايزه ايه بالظبط. انا هفتح محل صغير ان شاء الله. المكان هي منطقه اسمها بطن البقره. بطن البقره هي منطقه في مصر القديمه ورا جامع عمرو بن العاص. لا انا لسه بجهز، انا كنت عايز اعرف بس سيستم الاقساط والتسليم. خلاص خلاص، هكلمك على بالليل هقول لك انا عايزه ايه بالظبط وافهم منك. الاوردر باسمها هي جمالات. جمالات. انا متشكره قوي، ميرسي، باي باي. قولي لها انا عايزه اتنين. في ايه يا سندس؟ عايزه ايه؟ انا عايزه اتنين. حاضر يا حبيبتي، هجيب لك اللي انت عايزاه. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا هايدي هانم؟ ازيك يا سندس؟ اهلا وسهلا. ها قولي، عملت ايه مع السمسار؟ احنا لازم نلاقي محل النهارده، مش معقول بعد كل اللف ده ولسه مش لاقيين محل. ايوه هانم، ان شاء الله هنلاقي يعني. ان شاء الله. اصله في ايه مالك يا شكري؟ اصله بصراحه طلبنا يعني، انا كنت جاي مخصوص علشان موضوع يخص حضرتك يعني. طب ما تتكلم في ايه؟ الجدع اللي اسمه سلومه الجزار ده كان عندي في البيت يعني. طيب وانا مالي؟ الموضوع يخص حضرتك يا هانم. انا فهمت يعني في ايه. كان طالب القرب مني يعني، طالب بيدك مني يعني. نعم. لا انا ما قلتلوش حاجه، انا قلت له يعني لازم نروح الهانم وناخد شروطها. شروطها ايه؟ هو انت خالي يا شكري ولا انا جمالات ولا مين سلوك المقرف ده اصلا عشان يطلب ايدي؟ لا يا هانم، انا كنت يعني قلت برضه اجل حضرتك علشان يعني لما ترفضي نقدر نقول له احنا رافضين ليه يعني. هو احنا لسه هنوافق وهنرفض؟ بص يا شكري، من هنا ورايح المواضيع اللي زي دي انت تخلصها بمعرفتك، انا مش عايز اسمع عنها اصلا. حاضر يا هانم، حاضر. طيب وهنشوف المحل امتى؟ ان شاء الله يا هانم، وانا راجع هبكلمك. طيب بس بسرعه. حاضر يا هانم، اقعد بالعافية. انا عايزه اتنين العب فيهم. ده اللي كان ناقص، سلوك الجزار. عايزه اتنين العب فيهم. انا واحد وسعد واحد.
عايزه اعمل كده. أوه. يا سندس يا حبيبتي انا بشتغل، ممكن تسيبيني اشتغل؟ بس يا سندس طيب انت ضربتيني. لا انت اللي ضربتيني. ايه جاتك ضربة يا خارجة من باب الحمام وكل خد عليه خوخة 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 خوخة. ما تفتحي يا ولية. يا حبيبتي جات فيكي، تعالي تعالي انت جيتي عود 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 تريا يا بيت. انت مش ناوية تعقلي بقى وتطلع على بيتي يا بيت؟ انت بقالك جمعتين في الجامع، الشيخ ناصر خلاص هيكفر منك كده. هو الله، وهو ماله هو؟ وانا كنت نايمه في بيته؟ ده بيت ربنا. ايوه هو بيت ربنا، بس انت خلاص ما انت شايفه نفسك يا بيت، وشك بقى قد اللقمه. ايوه لا اكل ولا شرب ولا حموم، عفنتي ده قله قيمه على الفاضي. وكلكم والنساوين امات الخمار دول كوم يخلوني اصلي معاهم كل صلاه بالعافيه. صدقي بالله يا بنت انت، سلومه ده اهو لو اتجنن انه معاشر واحده زي علشان خاطر تخربي بيتك وتسيبيه وتطفشي علشان عايز يتجوز. طب ما يتجوز يا اختي ولا يولع بجاز. الله، طب ما هو يجيب هم على هم. انت ايه اللي مزعلك يا بنت؟ ها انا تعبت قوي يا مسوكة، مفيش حد قصدته الا وبعدي. يا بنت انا هجيب لك من الاخر، انت تطلعي بيتك تستسمحي جوزك. ايوه نار سلومه ولو جهنم الشوارع يا بنت، انت بقيتي شبه القط اللي مسربينه في الخرابه يا بنت. وهي عامله ايه دلوقت ومين هون عليها الوقت؟ مروان نوراني حياتي. شوفوا وجودك عامل حس البيت ازاي. ربنا يخليك لي يا حبيبي. وهي عاملة ايه دلوقت ومين هون عليها الوقت؟ هي كويسة. قول يا حبيبي. يرزق. تعملي ايه؟ لا ده مش كده، ده شوت واحد. ها يلا تشيرز. أنا مش عارفة إزاي كنت هتجنن وأنزل مصر وأسيبك، أنت أحلى راجل في الدنيا. وبعدين أنا دلوقتي اتأكدت إن أنت بتحبني فعلا. ميرسي يا حبيبي. حتى أنا فعلا بحبك، وأكبر دليل على إني بحبك قلتهولك وهفضل أقولهولك من الإنسانة الوحيدة اللي أنا خدتها عشان تشاركني رحلتي وكل اللي أنا بعمله. مش أنتي؟ الخاتم ده ولا حاجة ولا حاجة. بحبك. ايه ده يا ساتر يا ساتر؟ مالك؟ تعالي في حضني كده، تعالي تعالي. الله عليك يا ورق العنب. انا ورق العنب؟ حبيبي طبعا. انا نفسي افضل في حضنك كده على طول، تعدي السنين وتعدي الأيام كده كلها. وأنا في حضن. أنا كمان يا حبيبتي نفسي تفضلي في حضني كده لغاية ما تنامي. ها يا حبيبي نم. الله عليك يا ورق العنب.